السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم وصفة طمينة القفريت. اللي ما تجربهاش ولا ما دقهاش مقبل، أنا نقولكم بلي راكم راضيين بزاف. هذه الطمينة إذا قرناها مع الطمينة العادية تاعنا، هذيك اللي نحمسوا فيها السميد المتوسط، الصراحة عندها بزاف إيجابيات. هذه الطمينة توجديها كيما راكو تشوفوا فيها، هذا البيدون وزلي 2.5 كيلو وشوية زيادة، تبقى شهر ونص كيما راكو تشوفوا فيها على حالها. حتى القرمشة ديالها هذيك اللي تجيها من القفريط وهذاك الكاوكاو المحمص تبقى كذلك محافظة عليها كامل هاد المدة اللي قلت لكم عليها. معناتها كيما دوكا الدخول المدرسي ولا وليدات كيتشاو حاجة حلوة في الليل، مرات كي نتعشاو هكذا ولا تبان ناكلو حاجة حلوة ولا تلقايها واجدة، يعني الطعم ديالها كذلك البنة تاعها تجي روعة روعة، بزاف بزاف بنينة. والماكلة تاعها ما تقهمش كيما الطمينة العادية، يعني الطمينة العادية تاكلي زوج مغارف ثلاث مغارف ما تزيديش، هادي كولي الكمية اللي حبيتيها. هاد الوصفة عندها الطريقة ديالها، لكن أنا يعني شفت هذيك الطريقة درت فيها واحد التعديلات غيرتهم على حسب الذوق ديالي. أكيد راح نشوفوا كامل هاد الأشياء في الفيديو، فقط تبعوني حتى النهاية. نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، قولوا بسم الله وعلى بركة الله، وندخلوا مباشرة في الفيديو ديالنا. هنا بالنسبة للكسرونة اللي راح نحمص فيها الفارينة، فارينة ماشي السميد المتوسط، ضروري تكون شوية طالعة، ولا تقدروا ديروا في كسرونة كبيرة ولا لا كوكوت هكذا لما نحمصوا، يعني هذيك الفارينة ما راحش ديرنا كامل على الكوشة ديالنا. هاد الجفنة كذلك وجدتها، وعلاش؟ لأنه الفارينة لما نحمصوها تشد هذيك السخانة، وحتى ونفرغوها في هذه الجفنة ونبعدوها على النار تبقى تكمل هذاك التحماص ديالها. لازم نبقاو نحركوا فيها بالمغرفة هكذا باش الفارينة تاعنا تبرد وما تبقاش سخون. هنا الفارينة عندي 1 كيلوغرام، يعني 1 كيلوغرام راح تدير لكم الخير والبركة. فرغت حوالي رطل تاع فارينة في هذا الطنجرة، ولما تكونوا تحمصوا حمصوا بهذا الخلاط اليدوي، يعني تخيلوا روحكم راكو تخلطوا بالمغرفة، ما راحش توزع لكم هذيك الفارينة مليح، بصح الخلاط اليدوي يمد لكم نتيجة بزاف هائلة. هنا ما صورت لكمش العملية تاع التحميص كامل، لكن تقريبا تروح على 3 مراحل. هنا النار راهي هادئة، ما لازمش تقويوا لها النار، لأنه راكو تشوفوا الفارينة الحبيبات تاعها بزاف رقاق والتمتم يتحرقوا. والبداية تاع التحماص هذه تقريبا هي اللي تدي شوية مدة طويلة، تقريبا 10 دقائق، وين تسخن هذيك الفارينة التمتم تدي لون، معناتها حاضروا في الأخير كامل. تقريبا في الاول كامل تبدا الفارينه هذيك تخرج واحد البخار يكون فيها كشغل ندا ولا، وتبدا تنشف. المرحله الثانيه تبداو تحسوا بلي هذيك الفارينه بدات تدي لكم كشغل واحد البراكس، انا ما تخافوش عادي كملوا، ومن بعد يبداو يتفتحوا شويه هذوك البراكس ويبدا يخرج واحد الدخان هذاك تاع التحماص. هنا تبداو تشموا في الريحه تاع التحماص تاع الفارينه. في هذه المرحله تزيدوا واحد 2 دقائق 3 دقائق فقط وبداو طفيوا لها، لانه ثم تتحمص. وهنايا لما تحطوها يعني في الجفنه خلوها شويه كشغل بني فاتح، ومن بعد تزيد تكمل التحماص تاعها داخل الجفنه. هذه هي، شوفوا لا كولور كيما راه تبان لكم ماهيش فونسي بزاف، لكن يعني هنا ماشي معناتها تخلوا الفارينه تاعكم بيضه، حمصوها هكذا باش تطيب وتاخذ لون شباب وتدي هذيك النكهه تاع التحميص. شوفوا هنا فرغت هذاك الرطل الاول، وهنا بالمغرفه ثم نبدا نفتح فيه. هاي ليك نخلي هذه الجفنه قدامي ونزيد نحمص هذاك الرطل اللي بقى لي بنفس الطريقه، وانا راني نحمص في هذه الفارينه وانا راني نحرك في هذاك الرطل اللي حمصته هكذا باش يبرد لي. هنا نوريت لكم الكيس درت 1 كيلوغرام، دوك نوري لكم المقادير المضبوطه وبالغرامات هكذا باش تجيكم مضبوطه 100%. كاين مكونات ولا المقادير اللي نديرهم في الاول كامل يكونوا موزونين 100%، وكاين مقادير نضيفهم في الاخير كامل، يعني نذوقوا ونعدلوا الذوق تاعنا كذلك على حسب يعني كل واحد كيفاش يحب، درجه الحلاوه ولا هذاك الكاكاو اللي نضيفوه باش نشوفوا اللون تاع الطمينه تاعنا. هنا دوكا واش ندير، نخلي هذه الطمينه تبرد مليح مليح مع التحريك المستمر، ومن بعدك نغربلوها. زدت خديت هنا كاس تاع الجلجلان، هذاك الكاس تاع 220 مللتر، يعني كامل عندكم في المنازل ديالكم، ولا ديروا كاس عادي اللي تشربوا فيه الغازوز. هاوليك حمصت كذلك الجلجلان ديالي، راح نحطو كذلك يبرد. حاولوا تحمصوه مليح مليح، يعني اي مكون يتحمص حمصوه مليح مليح راح يزيد لكم في البنه تاع الطمينه ديالكم.
انا هاد المرحله اللي يعني غيرت فيها شويه على الوصفات الاخرين، الوصفات اللي تلقاهم يعني في اليوتيوب تاع الطمينه تاع الكفريت. كان عندي رطل تاع الكاوكاو، هذا الكاوكاو انا واش درت له، شللته زوج ثلاث مرات لكن بسرعه، يعني تم تم شلوه وتم تم قطروه هكذا باش ما يشمخلكمش اكثر من اللازم. والا هاد الخطوه نتاع تشلوا الكاوكاو وتقطروه وتخلوه ينشف تقدروا ديروها مقبل، مثلا من البارح هذاك، ولا غسلوا الكاوكاو تاعكم مليح مليح وقطروه وحطوه مثلا في درا ولا تشليق يكون نظيف وخلوه ينشف يعني هذاك الليل كامل. انا هاد الخطوه يعني درتها تمتم في هذيك الدقيقه اللي درت فيها الطمينه. اذا ما كانش عندكم الوقت مثلا كما شفتوني شللت الكاوكاو بالخف، يعني ما خليتوش يشمخ داخل هذاك الماء، صفيته وحطيته في هذا الطرشون هنا. يعني اللي حسن حظي كان شويه الريح، راني يعني صورت لكم هنا يعني كان كولوندير ما شاء الله، كانت غير كيما صبت الشتاء. لما حطيت هذاك الكاوكاو خليته تقريبا واحد الربع ساعه ولا اقل فقط، ماشي يعني شاف لي 100% لكن شاح لي شويه. نتوما كان عندكم الوقت ديروا هذه الخطوه مقبل وخلوا الكاوكاو تاعكم يشيح، ما كانش عندكم الوقت تقدروا تحكموا بابي موش واغ ولا وجوزوا كامل على هذاك الكاوكاو حتى ينشف لكم كامل من هذيك الكميه تاع الماء. شوفوا هنا خياتي تقريبا من هاد المراحل كامل زدتهم من عندي. هاد الطمينة يلموها بالزيت، الزيت العادية، لكن يعني في كامل الوصفات يقول لك المهم زيت ما تكونش فيها الريحة. انا يعني باش نضمن باللي الزيت تاعي تتنكه ونحي لها كامل هذيك الريحة تاع الزيت والطمينة تاعي تجي بنينة، كي شغل درتها بالمارغارين ولا درتها بالزبدة. هذاك الكاوكاو بعد ما شللته مليح مليح بالماء ونحيت له كامل هذاك الغبار، راكو شفتوا الماء كيفاش ولا، نشفته ومن بعد كرميته في هذاك الزيت اللي راح نضم به الطمينة. هنا واش راح يصرى؟ هذاك الزيت راح يتنكه لي بهذاك الكو تاع الكاوكاو، معناتها الزيت ما راحش تجي فيه الرائحة. كذلك الكاوكاو راح يدي التحميصه شابه، دوك تشوفوا يعني لما نحمصوا في هذا الزيت كامل التحميصه يعني تجي الحبه كامل محمصه من برا من الداخل بمستوى واحد. كاين اللي يعني يحمصوا الكاوكاو تاعهم تصيبي هذاك الكاوكاو محمص بزاف من الفوق ولا محروق من الداخل تصيبي الحبه بيضاء، بهذه الطريقه يجيكم محمص روعه روعه، من بعدك تشوفوا النتيجه في الاخير كامل. المهم هذيك الكميه تاع الزيت من بعد نقول لكم الكميه المضبوطه اللي ديروها في البدايه كامل. نقصت له النار خليته كي الشمعه وخليت هذاك الكاوكاو يتحمص في غرضه باش نربح شويه الوقت. رحت لهذيك الفرينه بعد ما بردت لي وبديت نغربل فيها هاد البراكس. شوفوا يعني اي وحده يجوا هاد البراكس لانه الفرينه ما تقدريش تتحكمي فيها بزاف تجي رطبه، ماشي كيما السميد الرقيق ولا المتوسط. هاد البراكس يعني بالاكو تفتحوهم وتحطوهم لتحت لانه ما يكونوش تحمصوا، يعني يكونوا فرينه بدون تحماص، استغناو عليهم نهائيا، خلوا غير هذيك الفرينه اللي تهبط لكم من التحت. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. نروحوا للكاوكاو ديالنا، شوفوا يعني انا وين غربلت هذيك الفرينه بدا هذاك الكاوكاو تاعي يتحمص. هنا كذلك كي صاري له كيما الفرينه ما تحمصوهش بزاف، راكو حتى وتقطروه يبقى في هذاك الغيسيبيون يزيد يكمل هذيك العمليه تاع التحميص، لانه هذاك الزيت يعني بزاف سخون والحبه تاع الكاوكاو يعني تشد السخانه. بالنسبه للكميه تاع الزيت المناسبه اللي دادها لي 1 كيلوغرام نتاع الفرينه اللي حمصناها ومكونات واحد اخرين دوك نهضروا عليهم، دات لي 3 كيسان ونص. انا هذا الزيت اللي حمصت فيه الكاوكاو درت زوج كيسان فقط، نتوما ديروا 3 كيسان ونص وحمصوا فيهم الكاوكاو وهكذا هذيك الزيت يعني كامل راح تاخذ هذيك البنه تاع الكاوكاو وهي الكميه المناسبه اللي راح تطموا بها هذا الطمينه. يعني 3 كيسان ونص هي اللي تطم لكم هاد المقادير اللي عطيتهم لكم، والا اقسموا المقادير كامل على اثنان. الخطوه اللي زدت نكهت بها هذاك الزيت اضافه الى انني حمصته بهذاك الكو تاع الكاوكاو هو ملعقه صغيره من الاكستري تاع الزبده، يعني تمد لكم واحد الريحه للطمينه ديالكم ما تبانش كامل بلي طميتوها بالزيت. وما تنساوش هذيك الزيت ديروا فيها قريصه تاع الملح هكذا باش الطمينه تجينا بنينه. وليكستري هذا كي درتوه وشفتوا الزيت كانت سخونه، انتم ماشي شرط يعني تقدروا تخلوا الزيت تاعكم كامل تبرد مليح مليح ومن بعد تضيفوا لهذاك ليكستري، ليكستري ولا مستخلص تاع الزبده تصيبوه يتباع عند بائع الحلويات. هنا الكاوكاو يعني راح ترحيوه عادي، في الاول رحيته في هذه المطحنه تاع التوابل يعني كانت قدامي قلت نستعملها. شوفوا هنا رحاته لي كي شغل راح نخدموا الزبده تاع الفول السوداني، ما عجبتنيش النتيجه وليت جبت الاشواغ تاعي عادي. ضروري ترحيو الكاوكاو تاعكم يعني ماشي خشين بزاف وماشي رقيق بزاف. هايلك هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، وشوفوا اللون الشباب يعني لما قليت هذاك الكاوكاو في هذاك الزيت كيما حنا نقولوا يعني شحال من حاجه ايجابيه. اولا الكاوكاو تاعكم يتحمس مليح مليح، وثانيا الزيت تاعكم راح يتنكه بهذاك الكو تاع الكاوكاو، فقط نقصوا للنار هكذا باش ما يتغير لكمش اللون تاع الزيت.
يعني تحبوا تكتبوا طمينه تاع الكوفريت، كاين بزاف وصفات راهم على اليوتيوب، يعني كامل طموا بزيت عاديه، يعني زيت مباشره من القرها وطموا بها. احنا ربما الزيت تكون شي نوعيه مليحه ولا تكون فيها الريحه تاع الزيت هذيك اللي ما نحبوهاش. بهذه الطريقه نضمن لكم باللي هذه الطمينه ما تحسوش كامل باللي طميتوها بالزيت، ويجيكم فيها هذيك الكو تاع الزبده، لان درنا هذاك المركز تاع الزبده. الكمية حلوة الترك اللي استخدمتها في 1 كيلوغرام تاع فارينة محمصة تقريبا 250 غرام، وتقدروا تضيفوا ولا تزيدوا في الكمية عادي، راح تجيكم بنينة خير وخير. هنا عندنا الكاكاو المر، استخدموا هذاك الكاكاو اللي يكون فاتح، ما تستخدموش هذاك اللي يكون فونسي. الكوفريت كذلك هذوك نمدلكم الميزان المناسب باش هاد يعني الطمينة تجيكم مقرمشة خير وخير. هنا كانوا عندي 10 تاع علب من هذا الكوفريت. هنا علاش شريت هذا الصغير يعني كامل، لانه ما تجيش فيه كمية كبيرة تاع كريمة الزبدة، يعني هذا الكوفريت ضروري لما يعني نرحيوه دركا يكون كيما حنا نقولوا كوفريت ناشف، ما يجيش شامخ بهذيك الكريمة تاع الزبدة. انتوما شوفوا اي نوعية، المهم تكونش فيها بزاف يعني هذيك الكريمة تاع الزبدة باش هذه الطمينة ما تجيش تقهم، واستخدموها. دوك نقرب لكم تقريبا للكاميرا هكذا باش تعرفوا على ما راني نهدر. هاوليك يعني تحسوا الكوفريت تاعكم ناشف، هذه هي لازم تحصلوا على هذه النوعية، ومشي شرط الماركة. كذلك استخدموا الكو تاع الشوكولا باش اللون تاع الطمينة يجيكم شباب كامل كما شفتوا في بداية الفيديو. هنا يعني ما كلا ترحيوه في الأشواغ ولا، عبزوه فقط بالأيادي تاعكم هكذا باش يبقى يعني قطع شوية كبار ويبقى محافظ على القرمشة ديالو. الكمية تاع الكوفريت إذا شفته 200 غرام، لكن الصراحة أنا 200 غرام ما جاتنيش كافية، وهذاك واش كان عندي. نتوما استخدموا حتى 300 غرام 400 غرام تاع الكوفريت هكذا باش هاد الطمينة تجيكم مقرمشة خير وخير. عندي كذلك السكر كلاصي، يعني مع هذه المكونات كامل راح نديرو مغرف كبيرة ندوقوا الطمينة تاعنا ونشوفوا اسكو نزيدو ولا ما نزيدوش. هنا شوفوا الكاكاو ضفت ملعقه كبيره كذلك مبدئيا، وهذه اللي راني نغربل فيها دركا ملعقه تاع سكر كلاصي. المكونات هادو كامل شفتوهم مقبل. هنا وريتكم فقط كيفاش تسكرفجو حلوه الترك، ربما وحده مبتدئه ما تعرفش ولا هاي لك تكون النوعيه هذيك تاع الميزان تسكرفج بالخف، ما تشروش هذيك النوعيه اللي تجي مع الكا، يعني ما تمدلكمش نتيجه مليحه مع هذه الطمينه. هاي لك نسكرفجوها عادي. اذا عندنا 250 غرام من حلوه الترك، عندنا كذلك 1 كيلوغرام من الفارينة اللي حمسناها، عندنا 500 غرام من الكاوكاو اللي قليناه ونكهنا به هذاك الزيت، درت ملعقة كبيرة من الكاكاو المر وبعد نشوفو اسكو نضيفو، درت ملعقة كبيرة كذلك من السكر كلاصي وبعد نشوفو اسكو راح نزيدو. وبالنسبة للكمية تاع الكوفريت استخدمت 200 غرام، لكن الصراحة ما كانتش كافية، زيدوا الكمية تاع الكوفريت باش هذ يعني الطمينة تجيكم مقرمشة خير وخير، لأنه أصلا هي واسمها الطمينة تاع الكوفريت. هنا بعد ما برد لي هذيك الزيت راكو شفتو عايرت الكأس الأول، وبديت نضم في هاد المكونات كامل بعد ما خلطتهم مليح مليح. هايليك راح نزيدو هنا دركا الكأس الثاني. هنا كانت خلصت لي الكمية تاع الزيت اللي حمصت فيها الكاوكاو، واش درت؟ يعني درت كسرونة وزدت درت فيها كمية من الزيت ودرت لها قرصة صغيرة تاع الملح وخليتها تغلي فوق النار، وين غلات مباشرة طفيت لها. نتوما ماكوش مضطرين باش ديروا هاد الخطوة، لأنه ما كانش عندي أنا المقادير المضبوطة، أنا راني جبت لكم هذا الطمينة مقادير مضبوطة وغيرت لكم فيها شوية كيما شفتوا. أنا ضفت الكأس الثالث تاع الزيت، ودوك نزيد نص كأس في الأخير كامل، معناتها درت 3 كيسان ونص. نتوم في الأول كامل ديروا 3 كيسان ونص في المقلاة تاعكم وحمسوا فيهم هذاك الكاوكاو، وتقدروا كذلك تزيدوا لوز بدون قشور، يعني هنا كيما حبيتوا. بالنسبة لهذه الطمينة لما تفرغوا فوقها الزيت يبدا يبان اللون ديالها، شفتوني ضفت ملعقة كبيرة نتاع الكاكاو، حسيت اللون تاعها جا شوية باهت. وهنا نتوما والذوق ديالكم، يعني شوفوا الدرجة تاع اللون اللي تحبوها، زيدوا الكاكاو ولا ما تزيدوش. كذلك زدت 2 مغارف كبار تاع السكر كلاصي. أنا ربما وحدة تقول لك درت الكوفريت درت حلبة الترك دوك تجي حلوة بزاف، صدقوني يعني هذه راها كمية مليحة، وراهي كيلو كامل تاع الفارينة، كيلو كامل تاع الفارينة راه يرفد. هنايا ذوقوا وشوفوا. أنا بالنسبه ليا وجات معتدله الحلاوه، دقتها حسيتها كي شغل صامته. هنا تقدروا تزيدوا قريصه تاع ملح صغيره، وضفت شويه تاع السكر كلاصي اللي شفتوها اللي هي 2 مغارف كبار. هنايا عدلت الذوق تاع الحلاوه، جات روعه روعه، يعني ماهيش حلوه بزاف وماهيش صامته. كذلك ضفت هذا النص كاس تاع الزيت في الاخير كامل، هو اللي عدلت به القوام. دوك هنا تفهموا القوام كيفاش راني نهدر لكم عليه، يعني هذا الطمينه لما تضيفي لهذه شويه تاع الزيت في الاخير كامل تحسيها كي شعورك يعني تلقتيها اكثر من اللازم، لكن الصراحه هي يعني تكون متماسكه.
انا اشوف اخواتي هاد الطمينه يعني راكم ما تلقاوهاش بمقادير مضبوطه كما درتها لكم اليوم، يعني حاولت نضبط لكم كل حاجه هكذا باش يعني تجيكم ناجحه من المره الاولى. حتى وحده مبتدئه ولا ما تعرفش القوام ديالها كيفاش ولا المقادير راهم مضبوطين وراح تطيحي في نفس النتيجه اللي طحت فيها انايا. انا شوفي يعني تقولي راهي مطلوقه اكثر من اللازم، لكن درك لما نكون نحط فيها في البيدوم دوك تشوفي القوام ديالها ولا القوام الحقيقي ديالها. شوفوا يعني راهي متماسكه، هاي اللي كان حطيتها لكم في هذا البيتون هكذا باش نوزنوا ونشوفوا قد ما يعني خرجت لنا. بالمناسبه الثمن تاع 1 كيلوغرام من هذا الطمينه تاع الكفريط يدير بين 100000 و 120000، معناتها هذا البيتون تقريبا يخرج لكم واحد 300000 اذا شريتوه من برا. وهذه المقادير تقريبا كامل اللي راهم في هذا الطمينه اذا قلنا عليهم 100000 يعني رانا بالغنا تقريبا 81000 ولا ما لحقتش. دوكا نحي لكم بالمغرفه هكذا باش تعرفوا القوام الحقيقي تاع هذه الطمينه. شوفوا يعني تجي متماسكه، لكن لما نخدموها دوكا بالمغرفه دوك تشوفوا كيفاش راح تاخذ هذاك الشكل تاع الصحن. وهذا البيدون كامل اللي راكو تشوفوا فيه يعني يبقى لكم مده طويله حتى وطميناه هكذا كيما راكو تشوفوا. تقدروا كذلك تخلوه يعني غبره بلا ما تطموه بالزيت وتغطيو يعني هاد البيدون مليح مليح وتخبيه كذلك كيما تقدروا تطموه كيما راكو تشوفوا. وين يعني وليداتكم ولا نتوما تشهوا حاجه حلوه ولا راح تجبدوه وتاكلوا الكميه اللي حبيتوها. بالنسبه للتزيين زينوا كيما حبيتوا بالمكسرات بلي حبيتوا، انا درت شويه حلوه الطرق فقط، ما ركزتش على التزيين تاع هذه الطمينه قد ما ركزت على المقادير المضبوطه الطريقه باش تنجحوا في هذه الوصفه 100%، لانه يعني هذه الطريقه سهله لكن فيها واحد لي زاسيس اللي لازم تتبعوهم خصوصا هذيك الفارينه. يعني حذروا مليح مليح لما تكونوا تحمصوا فيها، يعني اذا تحرقت لك الفارينه اكيد هاد الكو تاع الطمينه ما راحش يجي بنين. وكذلك حاولوا تزيدوا في الكميه تاع الكفريت، الكفريت كل ما زدتوا الكميه كل ما راح تمد لكم نتيجه وقرمشه بزاف هايله. ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم ونالت رضاكم، تجربوا هذه الوصفه يلو كان بمقادير صغيره واكيد راح تنجحوا فيها 100%. وصلنا لنهايه الفيديو، وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.